محمد صلاح يعني فجأة هو خارج من نادي المقاولين، يعني مش لأهلي ولا زمالك. توقعت أنت كنجم احترفت في أوروبا أنه صلاح يصل إلى هذه المرتبة، وشايفه رايح فين؟ شوف أستاذ إبراهيم، محمد صلاح هذا كان بالنسبة لنا احنا كلنا يعني مفاجأة القرن، لأنه لاعب عربي يكون الآن يقارن بميسي ورونالدو. هذا مش يعني مش حاجة يعني بسيطة، مش سهلة. لا مش سهلة، ولكن أنا اللي سعيد به أكثر، وكيف قلت من قبل، احنا في الوطن العربي عندنا محمد صلاح مش واحد، موجودين بكثرة. وفي أي بلد من بلد، لا في مصر ولا في المغرب ولا في الموسم الأهلي محرز أفضل محترف في الدوري الإنجليزي، وبعدين يجي محمد صلاح، وبعدين دي يعني أمارات للعرب. إشارة صحيح. إشارة مين في المغرب اللي ترشحه إنه يعمل زياش؟ يعني هيرفي رينارد بيقول إنه ده محمد صلاح بتاع المغرب، وإنه عنده نفس القدرات. هل فعلا نفس القدرات؟ صحيح، السرعة والهدوء. صحيح صحيح، وخاصة عصبي شوية. لا لا لا، شفته مرتين وهو بيخرج ولكن منطعد. لا 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 لا، هو الإنسان يعني ظريف ومؤدب ومحترف بمعنى الكلمة، وما بيتكلمش كثير، ما بيتكلمش كثير، ولكن لا ما فيش الحكم نرفزه عشان عايز يطلع كده، قال له اطلع كده. لكن اظن بانه هو نسى بانه فيه قانون جديد يخرج من اي يخرج مكان. من اي مكان. ما عنديش هذا قانون زياش.